اهلا اهلا يا سفيان. تفضل تفضل شباب. مرحبا. اهلين اهلين. تفضل مالي. تفضل تفضل تعال. اعرفك على الاستاذ منير مدير الثانويه. صديقي سفيان عماد الدين رجل اعمال ناجح. اهلا وسهلا شرفنا. على مؤاخذه انا كنت رايح. السلام عليكم. معلش. اهلين اهلين استاذ. تفضل تفضل. خير والله شغلت لي بالي. شباب مات ابو نزير يا عكريمه. مات. شو مات ابو نزير؟ يا سفيان ما بعرف شو بدي لك. الله يرحمه والباقي بحياتك. انا بعرفه شيء؟ لا ولا انا بعرفه. اذا ما بتعرفه لك ليش زعلان؟ انا زعلان؟ بالعكس. لا قصدي يعني الله يرحم خلصانين مياته. شو بدنا نساوي؟ سفيان ما عندي وقت لمزحك. لك اسمع ما بدك تعرف مين ابو نزيل. لك سفيان عندي درس مفضل لهالترهات الله يخليك. لك اخي انا ما عم امزح. الموضوع كثير جدي. ولك ابو نزيل وتوفى الله يرحمه وبعدين؟ ها ها المشكله انه انت ما بتعرف انه هذا ابو نزيل. ابو نزيل عضو مستقل عن مدينه دمشق في مجلس الشعب. ايه وشو دخلك انت؟ هو ببين انه ما دخلني، بس لما بتعرف انه انا بدي رشح حالي عواضو لعضويه مجلس الشعب بيصير دخلني ونص. انت ترشح حالك لمجلس الشعب؟ لك شو هاليوم هذا يا؟ عكريمه شباب عن جد بدي رشح حالي عواضو. لك سفيان طلع فيني هون، انت شو دخلك بمجلس الشعب؟ لك انا اللي دخلني، عندي خطط ومشاريع لتحسين البلد بدي انفذها. ها بتقوم بترشح حالك لمجلس الشعب؟ وبدي انجح وحقق يلي ببالي. ولك يا سفيان لا صديقك اسمعنا الا انا ما جاي لعندك مشان استشيرك، انا جاي مشان تساعدني، بدي اصوات زملائك بالمدرسه هون ووزاره التربيه ومجمع اللغه العربيه. مجمع اللغه العربيه تبعك. والله عم تحكي كانك لحالك اللي راح يقدم لمجلس الشعب. لك مو انا لحالي، بس لازم اكون اول واحد ولازم اكون الاسرع. لك لسه ما حدا دري بموته ابو نزير. صار لي 20 يوم متابع حالته بالمستشفى، كل يوم باخذ تقرير مفصل من الممرضات والدكاتره، لحد ما اليوم ربنا سبحانه وتعالى اخذ امانته. عكرمه لك انا كل عمري بوقف جنبك، هالمره وقف جنبي وصدقني ما راح تخسر، اذا انا نجحت بالانتخابات هو نجاح لنا كلياتنا. الله انا ما عندي وقت، بدي لحق اروح اقدم طلب الترشيح وبلش لم اصوات. سفيان حط عقلك براسك وبلا هالجنان. عكري ما املي فيك انا. ها لا تغزلني يلا خاطرك.